السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتونا جدا من الموسم اللي فات لغاية ما رجعنا لكم تاني بالبرنامج في صورة جديدة خالص. البرنامج فكرته المرة دي هنناقش قضية معينة، قضية يعني بتشغل بال ناس كتير قوي. ففي كل حلقة إن شاء الله هنناقش قضية معينة بناء على استفتاء بنعملها على الفيسبوك في صفحة الإعلامية داليا شريف. بنحدد كذا موضوع وانتوا اللي بتختاروا الموضوع بناء على استفتاء. وطبعا بتبقى معانا في البرنامج فقرة ثابتة بتحبوها وانا بحبها جدا، هي فقرة المطبخ، ونشوف ايه الجديد في المطبخ والاكل الجديد، بحيث ان كل بيت بيحب يغير في الاكل. يعني مش كل يوم او مش كل مره بيبقى طبيخ ورز وكده، لا بنحب التغيير. فالنهارده احنا معانا الشيف حكمه سالم هتقدم لنا منيو فظيع. الشيف حكمت ان شاء الله وهي بتقدم المنيو بتاعها هنقول لكم الاضرار اللي ممكن ينتج عنه الاكل ده نفسه. يعني الاكل اللي هي هتقدمه هقول لكم لا ده بلاش وده كويس، مش هيهمنا المنيو على فكره. بالنسبه بقى للقضيه اللي احنا النهارده هنتكلم فيها، قضيه فعلا منتشره جدا جدا، هي قضيه جرائم السوشيال ميديا. في الاوقات اللي فاتت جات لنا شكاوى كتير قوي على الصفحه بسبب السوشيال ميديا، خربت بيوت ناس كتير قوي قوي. وازاي ان في ناس لغايه دلوقتي مش عارفه تتعامل مع السوشيال ميديا، مش عارفه ان هي بيبقى ليها برضو منافع كتير قوي. يعني انا ممكن نستفاد منها بطريقه كبير قوي، ممكن تبقى الشغل اساسي كمان لناس. بس للاسف في ناس بتستخدمها استخدام خاطئ. فالنهارده معانا القضيه دي هنتناول من الناحيه الدينيه وعقوبتها، وهنتناولها من الناحيه القانونيه وعقوبتها، علشان اي حد يفكر يعمل اي حاجه يعرف عقابه ايه عند ربنا ويعرف عقابه ايه في الدنيا في المحكمه. وده مع ضيوفنا فضيلة الشيخ. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك محمد نصر ديوان. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك فندم. أهلا بحضرتك. والأستاذ إبراهيم المحامي. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا بيك. نبدأ الأول بأستاذ إبراهيم. طبعا أكيد عدت عليك موضوع جرائم السوشيال ميديا. أكيد يا فندم، طبعا كان جات لي حالات كتيرة جدا عندنا في المكتب وناس كتير جدا متضرره، في صور بتتبعت وحاجات يعني خارجه عن الادب، وفي بيوت بتتخرب. يعني انا بقول في بيوت بتتخرب بسبب الموضوع ده، في شتائم كتير جدا وفي قذف وسب وحاجات يعني الواحد ما يقدرش يقولها هنا على الهواء مباشره. وفي فعلا بتصل لخراب البيوت واكتر من كده، يعني في ناس بتتدمر، في ناس احيانا بيجي لها امراض نفسيه بتتعب، لان فعلا الضرر بيبقى كبير عليه. على اساس كل واحد بيبقى ماسك تليفون، اسهل حاجه اللي هو يأذي الطرف الثاني عن طريق الشاشه ومستخبي وراها. وممكن يعني يبهدل سمعه انسان بريء بسبب غل او حقد كمان يعني. والمشكله في السوشيال ميديا انك لما انا وانت في مكان واحد زي ده مثلا، لو تبادلنا مثلا سبابه او شتين بيبقى المجال ضيق، لكن في السوشيال ميديا وسعة الانتشار، ففي ثواني جدا في لحظات بتصل الصورة الوحشة دي أو يصل السباب والشتائم دي لآلاف الناس، فده اللي بيكون لها تأثير أقوى ويعني وأشد ضررا على النفس، غير لما يكون يعني مثلا يبقى مريض نفسي. فعلا. وطبعا القانون ما سابش حاجة غير لما تناولها يعني، بس تحديدا جرائم اللي بتحصل على السوشيال ميديا ما فيش قانون نازل ليها محدد. لكن احنا بنستند احيانا لقانون العقوبات، وبنستند احيانا لقانون 175/2018 اللي هو مكافحه جرائم تقنيه المعلومات. وفي الفقره الثانيه في الماده 76
من القانون رقم 10 سنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات. في كل حاجة ليها طبعا، كل جريمة بيبقى ليها طبعا العقوبة بتاعتها على حسب طبعا الدرجة بتاعتها. طبعا طبعا حقيقة. طيب نروح لفضيلة الشيخ، قول لنا بقى كده، وحضرتك طبعا معروف، قول لنا من الناحية الدينية. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. بادئ ذي بدء أقول إن دين الإسلام العظيم دين كامل تام، أتمه الله عز وجل وأكمله الله عز وجل، فهو تام كامل. يعني كانوا دائما يقولون إن دين الإسلام صالح لكل زمان ومكان، وكنت دائما أقول إن دين الإسلام قادر على إصلاح فساد كل زمان ومكان. أكرر، يقولون إن دين الإسلام صالح لكل زمان ومكان، أقول لا، بل دين الإسلام قادر على إصلاح ما فسد في كل زمان ومكان. الميديا عموما، هذا الوسط، أصبح عالم موازي، عالم كامل بكل ما فيه، بكل التطورات التي وصل إليها. ودين الإسلام العظيم ما غفل الله عز وجل، والله عز وجل علمه قديم، علمه أزلي، يعلم ما لم يكن إن كان كيف يكون، ويعلم ما سيكون، وكل هذا مقدر. لذا وضع الله عز وجل ضوابط يحافظ ويحفظ الله عز وجل بها الإنسان. الإنسان ده، ولقد كرمنا بني آدم، هو الإنسان المكرم. يعني أنت عند الله عز وجل، أنت دي تشمل الذكر والأنثى على وجه سواء، مكرم عند الله عز وجل، أنت مكرم عند الله عز وجل. هذا العبد ذكر أو أنثى، مسلم أو غير مسلم، ولقد كرمنا بني آدم. الإنسان عامة مكرم عند بني آدم، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أحسن تقويم خلق عليه الإنسان. هذا الإنسان وضع الله عز وجل له ضوابط معيشة، هذه الضوابط شملت كل مناحي الحياة. الله عز وجل يضبط علاقتي بهذا الجماد الذي أجلس عليه. تمام. يعني أنا لا أستطيع الآن أن أخرب هذا الجماد بحجة إن مزاجي كده، أنا دماغي كده. جماد، جماد. يضبط الله عز وجل علاقتك بالجماد، ويضبط الله عز وجل علاقتك بالحيوان، ويضبط الله عز وجل علاقتك ببني الإنسان، ببني جنسك، يضبطها في كل مرتب الأمور. كل مرتب كل شحال بقى لما واحد كمان عن طريق السوشيال ده بيأذي واحد. بالظبط، ده اللي أنا جاي له بقى. أنا دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى بيضبط علاقتي بيني وبين الإنسان. تمام. فربنا سبحانه وتعالى أمر الإنسان تجاه أخوه الإنسان بأمور. تعرفي حضرتك، أنا لو عندي نصراني أو يهودي قاعد في بلدي مستأمن أو ذمي، أنا ما ينفعش أذيه ولا بكلمة حتى. النبي صلى الله عليه وسلم قال من آذى، أنا بتكلم عن غير المسلم عشان لما أجي أدخل عن المسلم ما يبقاش المشاهد ظانن مني أني ببالغ. لا، ظانن مني اني ببالغ. اذا كنت انا بقول لك غير المسلم، الاسلام قنن علاقتك بيه وقال لك اذا كان ذمي او مستأمن انت مالكش انك تاذيه ولو بكلمه. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من اذى ذميا فقد اذاني. اذى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طب لما تيجي للمسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الله، ده انا لسه بسخن وعرضه. انا لسه ما دخلتش. انا ما دخلتش، ده انا كده يعني انا بنفرش كده الارضيه اللي ممكن نتكلم عليها، مش الحلقه دي ولا الحلقه الجايه، ممكن ناخد برنامج 10 حلقات. ليه؟ لان الاسلام وضع ضوابط بينك وبين اخوك المسلم. اخوك المسلم في الشارع وضع ضوابط بينك وبينه، اخوك المسلم الجار وضع ضوابط بينك وبينه. مش معقوله مش هيحط ضوابط بينك وبين اخوك المسلم اللي على السوشيال ميديا. تمام، مش ممكن. فلما لازم يبقى في ضوابط. الاسلام ما سابش حاجه، ما سابش حاجة. كونك بقى ما تعرفوش، أو كونك يعني معذرة ما اطلعتش عليه أو ما دورتش على الحكم الشرعي، فهي دي مشكلتك مش مشكلة الإسلام. عندهم في القانون بيقولوا إيه؟ بيقولوا القانون لا يحمي المغفلين. يعني عدم علمك بالحكم بالقانون نفسه، عدم الاعتداد بالجهل بالقانون. بس ما أعتقدش، يعني أنا ما أعتقدش إن يعني واحد بيأذي حد، ما اعتقدش ان هو مش عارف ان ده غلط. يعني لا، هو الحد الان متوقع. هو يعني للاسف الشديد انا عايز اقول للاخوه المشاهدين والاخوات المشاهدات ان اللي هيقول نبعد عن النت الان يبقى بيحلم.
لا ما صعب. لا بجد. لا لا صعب. بقى هو تدخل في جميع مناحي شؤون الحياة بشكل لا يكاد يخلو. يعني ده رزق الناس يعني. النت ده في ناس بتسوق عليه، في ناس بتعمل إعلانات عليه، في يعني لا ده رزق الناس. وصعب دلوقتي في ناس بتتعلم عليه، بقى في جامعات كامله اونلاين، في تعليم عليه، في تعليم عليه. يعني صعب جدا ان اي حد دلوقتي يتنازل عن السوشيال ميديا. يبقى احنا اعترفنا ان هو عالم واقعي صح؟ ماهوش عالم موازي، ما بقاش عالم موازي زي ما. يبقى تنطبق عليه كل الاحكام الشرعيه التي تنطبق على ارض الواقع. تمام. يعني الغيبه، لو في غيبه يبقى في غيبه، في نميمه يبقى في نميمه، في تنمر يبقى في تنمر، في سب وقذف جدا في سب، حاجه بقت صعبه قوي موضوع التنمر ده. في سب وقذف يبقى في سب وقذف، في تصنت يبقى في تصنت، في تجسس يبقى في تجسس. يبقى انا دلوقتي اخذت احكام الدين اسقطتها كلها على عالم السوشيال ميديا. في اختلاط يبقى في اختلاط، لازم يبقى له ضوابط، لازم يبقى له ضوابط. في خلوه، في خلوه، لازم يبقى ليها ضوابط، لازم يبقى ليها ضوابط. يبقى تمام. انا اخذت احكام الشريعه واسقطتها. واحد هيقول بس خلاص محمد ديوان ايه ابتدع؟ لا مش ببتدع. لا خلينا واقع فرض نفسه، واقع فرض نفسه، وانا هستخدمه بقى بالشكل الشرعي. ما ينفعش استخدمه بشكل غير اصل الشرع دلوقتي بيحاسبنا على ايه يا فندم؟ اسمعي كده، ما يلفظ من قول الا لديه، يعني بيحاسبني على اللفظ اللي انا هتلفظه، الا لديه رقيب عتيد. بس لا، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. يعني انا على العالم الموازي، على عالم الانترنت، على عالم السوشيال ميديا غير محاسب شرعا؟ طب ربنا قال من يعمل مثقال ذره خيرا يرى. اللفظ اللي هكتبه زي اللفظ اللي هقوله، كلاهما سواء. جيت قلت أستاذ إبراهيم حد وحش، زي ما أقوله بالكتابة زي ما أقوله باللفظ. حد وحش ليه؟ الدين يطلب منك بينه. دلوقتي مثلا المشاكل الأكبر، وأنا آسف إذا تطرقت للموضوع ده، مش عايز أتطرق إليه، الرمي بالفاحشة. لا ثواني بقى كده، ثواني فضلت الشيخ، احنا هنرجع بقى لأستاذ إبراهيم. القضايا بخصوص موضوع جرائم السوشيال ميديا، جات لي قضايا كتير جدا بخصوص الموضوع ده. اللي بتشتكي واحده بتبعت رسائل لكل اصدقائها عليها بذم وكده، واللي واخد صوره واحده من على السوشيال وحاطط صوره واحده تانية عليها، واللي بيعملوا فيديوهات بيركبوها. الناس دي طبعا نمره واحد مرضى نفسيين، ده دي معروفه يعني. فعلا ده حقيقي. ايه القانون بقى؟ اولا اللي بيحصل معايا حاجه زي كده، اول حاجه لازم يعملها الخطوه الاولى عشان يعرف ياخد حقه، ويلجا لمحامي يقول له انا اعمل ايه. تمام. لجانا المحامي، بيروح معاك المحامي لحاجه اسمها مباحث الانترنت. دي موجوده في العباسيه، بياخد في العباسيه. بياخد سكرين شوت من الموضوع ده. طبعا هم ضباط متخصصين جوه. بياخد من حضرتك البلاغ وبيفحصه على ما يوصل للاي بي بتاع الراجل اللي هو عمل كده والست اللي عملت كده. ما بياخدوش وقت على فكره. ما بياخدوش وقت. كان في الاول الدنيا كان في الاول بياخدوا وقت، دلوقتي يعني دلوقتي خلاص على طول فعلا يعني كتر خيرهم. بتتحال بعد كده للمحضر للنيابه، والنيابه بتحيله للمحكمه الاقتصاديه لانها ذات الاختصاص حاليا يعني، ويتم بقى صدور حكم بالغرامه او بالحبس او بالاثنين مع بعض. على حسب ايه؟ على حسب الجسامه بتاعه الجرم. يعني مثلا اللي شتم غير اللي هو عرض صوره، غير اللي هو خاض في العرض. طبعا في احيانا الخوض في العرض وخدش السمعه ده بيصل للحبس. الحبس احيانا يعني. فالمحكمه بتحكم بالحبس او بالغرامه. ده مش نهايه المطاف. من حق حضرتك لما تتحصلي على حكم من محكمه الجنح الاقتصاديه انك تاخدي صوره رسميه من الحكم وترفعي دعوى تعويض ثانيه غير الحكم الجنائي. دي بتصل احيانا التعويض فيها بيصل لحوالي مليون جنيه احيانا يعني. طبعا في تفريق هنا بين السب والقصف وبين انتهاك البريد الالكتروني بتاع حضرتك. دي جريمه لوحديها، والسب والقصف ده جريمه لوحديه. السب والقصف طبعا بيعاقب عليهم قانون العقوبات طبقا الماده 303 و4 و5 و6 و7. ولازم نفرق برضه بين السب والقذف عشان في ناس كتير جدا بيختلط على الامر. السب هو الشتيمه، والقذف هو ان انا اقول لحضرتك واقعه كده صحيحه او غير صحيحه.
يعني في مثلا اقول للانسان انت مثلا يعني سوري في اللفظ انت راجل مش محترم، دي يعتبر سب. لكن لما اقول له انت مرتشي او انت راجل مزور دي اسمها قذف. فلازم اني بقى اقوى، هما الاثنين العقوبه واحده، واحدة. العقوبه واحده الحبس او والغرامه بس عامه يعني في السب ما فيش حبس، يعني المشرع خفف العقوبه وخلاها غرامات فقط. طب جات لي قضيه، احد بعماله بتشتم في حد تاني، مش بتشتمه بس لا يعني منتشره، يعني كل ما حد مثلا يكلمها تبعت له رساله هنا اهو، تكلمه في التليفون تشتمه كده، دي العقوبه بتاعتها زيها زي ما بتبعت مثلا مره، يعني لما تكون منتشره وفي دلائل كتير عليها زي ما مره. ده اسمه ده يتوفر بقى في ركنين للجريمه، ركن العلانيه اللي هو الركن المادي، والركن المعنوي اللي هو التعمد. ايوه طيب الركن العلاني اللي هو مع ناس كتيره جدا طبعا، وقدام ناس كتيره على السوشيال ميديا شافت الشتيمه او شافت الصوره اللي مش كويسه دي، التعمد بقى ان هي مش مره واحده بل مره واثنين وثلاثه، ده اسمه التعمد. يبقى هنا اركان الجريمه توفرت، الركن المادي والركن المعنوي، وهنا وجب العقاب والتجريم. تمام. فضيله الشيخ قول لنا بقى حضرتك كده من الناحيه الدينيه العقوبه لقضيه زي كده. الفرق بين الدين والقانون أن القانون يمكن التنصل منه، أما الدين فهو يعيش في ضمير الإنسان ولا يستطيع بحال من الأحوال أن يتنصل منه. فعقوبة الدين ملازمة لصاحبها، وعند الله عز وجل تجتمع الخصوم. عندنا في الشرع القذف يطلق على رمي المحصنات بما ليس فيهن، وهو يحتاج إلى دليل وبينة، لأن دين الإسلام العظيم كان الأصل فيه الستر لا الفضح، لدرجة أن دين الإسلام العظيم أمر إذا وجد الرجل مع زوجه يعني امرأته رجل آخر في فراش الزوجية، أنا أتكلم من الناحية الشرعية لا القانونية، وجب عليه الآن 4 شهود حتى يثبت هذه الجريمة. كلا وحاشا أن يكون تشريع الله عز وجل ناقص أو ساذج، ولكن كان الأصل في ذلك أن يحافظ الله عز وجل على صيانة المجتمعات. لما؟ نشر الفاحشة يجرئ الناس بعضهم البعض على هذه الفعلة، يعني أنا الآن لما أنشر حادثة من هذا النوع اللي هيبص لهذه الحادثة هيقول لك طب هو غلط في كذا، طب أنا مش هغلط، وحاشا لله أن يدعه الله عز وجل دون أن يسقط في أمر ما يفضحه الله عز وجل به، لأن الله عز وجل حكيم، وإن كان يمهل العبد حتى يستطيع العبد أن يعود إلى الله ويقلع عن هذا الذنب الذي أذنبه، وإلا فالله عز وجل له بالمرصاد، لن يترك الله عز وجل صغيرة ولا كبيرة إلا وسيقف مع العبد عليها. طبعا الموضوع أكبر زي ما قلت في صدر الكلام، إنه يؤخذ في أو يؤخذ منه شق، هو له أرضية كبيرة جدا 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 جدا، خاصة زي ما أنا قلت لحضراتكم أنه بقى واقع في دنيا الناس. لكن هذه الجرائم أنا لما جيت أفكر فيها كده بعد ما حضرتك كلمتيني على الموضوع لقيت إن الجرائم بقت كتير قوي، وهي هياها، أنا آسف في اللفظ، يعني أنا نفسي أقول لفظ قوي علشان يصل للمستمع كده، يعني أنا آسف برضو في التعبير، وش يصل كده في وشه كده على طول. العفانة اللي كانت فينا، سامحوني طبعا أنا قلت سامحوني في التعبير، العفانة اللي كانت فينا مدارية ظهرت ورا الشاشة، ظهرت، محدش شايفه، ظهرت بجد. السوء اللي كان مركوز في النفوس، يعني أنا كان ممكن أمشي في الشارع أستحي
ارفع عيني مثلا في مدام داليا، دلوقتي بقى عادي ممكن اتبجح قدام صورتها، ممكن اتبجح معاها هي شخصيا. انا طبعا بضرب امثله بسيطه، طبعا المشاهد هياخد الكلام ده ويروح بيه لابعد مرحله. فانا عندي السب غير القذف. السب اللي هو الشتم اللي احنا عارفينه، القذف اللي هو الرمي بالزنا. فطبعا انت عايز شهود. النهارده بقت برضو انا هستخدم تعبيراتهم، لان انا ما ينفعش استخدم التعبيرات أيوة الشرعيه عشان توصل للساده المشاهدين. فهو بقى الفيديو نفسه فيك. انا مزبوط. بقولها هقول بلغه الناس. بقت الصوره فيك، بقى الفيديو فيك. وده يعني انا سبحان الله العظيم ايتين ينهوا كل الكلام ده. سوره الحجرات ايه 11 و12، الايه 10 الأول بيقول إيه ربنا سبحانه وتعالى؟ إنما المؤمنون إخوة. نعمل إيه بقى؟ فأصلحوا بين أخويكم. وأنا عايز أقول حاجة، المسلم اللي أنت عمال تتنمر عليه، عمال ترميه، عمال تشتمه، عمال اللي ربنا سبحانه وتعالى حرم عليك دمه وماله وعرضه، ربنا حرم عليك دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه محرمين، دمه وماله وعرضه محرمين، وكل الجرائم اللي ممكن نتكلم فيها أيا كانت بأي تفاصيل مش هتطلع عن الثلاثة دول، الدم والمال والعرض. والدين جه بحفظ الكليات الخمس. لو دورنا على اي حاجه نكمل. نكمل الايه، يا ايها الذين امنوا ناخد فاصل. لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. طبعا في تفاصيل في الامر، انا بس عايز اقول الايه عشان الفاصل بتاعنا. يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، وسكت. ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. كلمة الظالمون دي كلمة كبيرة قوي، أنا لو شرحت كل كلمة هقعد حلقتين. الآية اللي بعدها، يا أيها الذين آمنوا إيه؟ هو قال خلاص، يا أيها الذين آمنوا لا يغتب بعضكم بعض، الغبه ولا تجسسوا. وهنا جاءكم فاسق لا ان جاءكم فاسق بنبأ تانية. وهنا هنقدر نقول ان الاسلام في ايتين اتنين لا لخص الموضوع. تمام، لخص الموضوع. تمام. طيب استاذ ابراهيم، الجرائم الخاصه بالسوشيال ميديا حضرتك قلت لي المدد بتاعتها بتختلف. طبعا. تمام. في جريمة دلوقتي منتشرة قوي على السوشيال ميديا، وكل البرامج تعتبر هي اتكلمت عنها، وحضرتك أكيد عندك خلفية عنها، اللي هو الزوج اللي مريض زوجته خانته 11 سنة. تمام. ده اكتشفها عن طريق واحد يبعت له رسائل برضو على تمام على الفيسبوك. تمام. والزوجة طلعت واتكلمت، و والزوج طلع وناشد ناس كتير قوي. انا عايزه اعرف راي حضرتك في الموضوع ده ايه، بغض النظر على اني متحفظه على اللي حصل ده كله، لان اللي حصل ده كله عن طريق طبعا السوشيال ميديا ضر بالثلاث ولاد اللي في النص. الولاد طبعا ملهاش اي طبعا دعوه، سواء الام خاطئه سواء الاب بيتبلى عليها، بس الولاد اتاخدت في النص دلوقتي وبقى عندهم وصمه عار، خلاص مش هيقدروا يعيشوا في وسط المجتمع. تمام. ده نتيجه السوشيال ميديا. لو الموضوع ده اتعرف بعيد عن السوشيال ميديا، اتحل عائلي، اتحل في المحاكم، تمام، قضيه وارفع قضيه زي ما انت عايز واعمل اللي انت عايزه بعيد عن السوشيال ميديا، كان حتى الولاد قادرين يعيشوا، بدل ما هم دلوقتي الولاد دي هربانه. تمام. رأي حضرتك ايه بقى؟ والله هو لو هنتكلم بالعاطفه فانا موافق حتى على كل اللي بتقوله. انا بتكلم بالقانون. القانون يعني احيانا ما يعرفش العاطفه، ودي يعني نقدر نقول ما القانون كانوا ممكن يحلوا الموضوع ده بالقانون في المحكمه بعيد عن السوشيال ميديا. هو للاسف انا مش عارف الموضوع بالظبط كان في بينهم ايه، لان السوشيال ميديا ما بينقلش برضو الصوره واضحه. انا الزوج طلع قال ان هو كان بره في دولة بره، وزوجته كانت هنا هو موجودة،
ورجع استقر في مصر، وبعد ما استقر في مصر بدأت تجيله رسائل عنده اللي زوجتك بتخونك، وبعت له صورة بتاع اللي هو معاها، وقال شوية تصرفات كده شك فيها. راح عمل تحليل الدي ان ايه في معمل خاص، اثبتوا، عمل للاثنين بس منهم، اثبتوا ان هم مش ولاده. تمام. رفع دعوة، بعد كده المحكمة حكمت ان هو لازم يعمل دي ان ايه تبع الطب الشرعي. الطب الشرعي. وفعلا اثبتوا ان برضو الاثنين مش ولاده، وهو كان عنده امل في البنت اللي هي الاولانية انها تبقى بنته. طلعت التلاتة مش ولاده، وحد حكم عليها بثلاث سنين سجن، وهي دلوقتي هربانة. طلعت هي قالت الكلام ده غلط، وبرضو فيديو على السوشيال ميديا الكلام ده غلط، ودخلت في كلام انت ما كنتش بتصرف علينا، والدي بيصرف علينا. وطبعا الدنيا تاهت ما بينهم دلوقتي، والسوشيال ميديا بقى مقسوم جزئين، جزء مع الزوج يقول ده مقدوع، وجزء مع الزوجه يقولوا مظلوم. واتحكم عليها بثلاث سنين وهربان. هو دلوقتي يعني الاثنين اصلا لجوا للسوشيال ميديا لياخدوا حقوقهم، وده طبعا هو لجأ في الاول للسوشيال ميديا، فهي ردت برضه بالسوشيال ميديا برضه. انا عايز اعرف ايه السبب اللي لجوه اصلا؟ طب ما هي خدت حكم خلاص، هي طالعه دلوقتي بتقول ده هو بيعمل كده عايز يتشفى مني علشان التشهير. بيقولوا قصده التشهير والتنكيل بيها، لانه ممكن يكون طبعا عايز ينفس عن غضب او مخدوع. واحد 11 سنه طبعا احنا مش مكانه عشان نقدر نوصف حالته النفسيه. انا مش عارفه اكيد طبعا. لا عادي، الرجاله بتتجوز عادي. خلاص اتجوز خلاص، وهي خدت حكم يعني الموضوع المفروض ينتهي. ليه عشان احنا اصلا شعب بنحب الزيطه ونحب لا ونحب الحاجات اللي هي زيطه وهيصه، بنحب الحاجات دي قوي اللي هي فيها سسبنس دي. وازاي 11 سنه بقى؟ فالموضوع بيبقى لذيذ عندنا كتير، يعني عندنا احنا بنستلذه بدون وعي يعني. ممكن تلاقي شوف كافه القنوات ما تناولتش الموضوع مثلا زي ما حضرتك بتتناوليه كده. يعني اول مره اشوف قناه يعني بتتناول الموضوع من جانب اخلاقي، لا كل اللي جاي عايز يعرف الحقيقه، يعرف اي قناه بتيجي ايه اللي حصل، اي جورنال بيعمل حوار. لا هو إيه اللي انا قلته ده مختصر القضيه. طيب استاذنك نطلع فاصل، اوعوا تروحوا في اي حته، ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم دلوقتي من الفاصل، ومعانا دلوقتي الشيف حكمة سالم. اتأخرت علينا جدا، كانت المفروض تدخل من اول دقيقه معانا في الحلقه، بس معلش هو الحمد لله نصيب. يعني الحمد لله كل شيء. كل سيزون اول حلقه لازم بيحصل تاتش كده، نقول عين مثلا او حاجه. الحمد لله الحمد لله. قولي لي كده في السريع، علشان طبعا وقت البرنامج مش هتلحقي تخلصي طبعا المينيو كله. لا ان شاء الله هنخلصه، ما تقلقيش. مش هتقول لك قدمتك اللي انت هتعملي مينيو وهنعمل. ما تقلقيش. طيب هتعمل لنا ايه؟ ان شاء الله النهارده هنعمل بيف استرجانوف. هو طبق روسي جميل جدا. روسي اهو غيرنا. هو طبق روسي. هنغير. لا هو طبق روسي خفيف جدا، وحتى لو حد بيعمل دايت الطبق ممكن يستغنى عن الطبق النشويات اللي جنبه. تمام. يعني احنا هنعمل بيف استرجانوف بالكريمه، وهنعمل جنبيه رز ابيض، وهنعمل جنبه سلطه، وهنعمل جنبه بيوريه باللبن والزبده. طيب ربنا معاكي بقى في الوقت الضيق ده. اوكي. لا ما تقلقيش ان شاء الله خير. فضلت الشيخ نكمل الحوار. قضيه زي اللي عرضناها دلوقتي دي، قولي في نفسك. يعني لا اللي في نفسي اتفضل. الحمد لله كفى وصلاتنا وسلاما على عبد المصطفى. سلام. اللي في نفسي الاكل بقى يطلع حلو عشان نعرف ناكل كويس. ان شاء الله ان شاء الله. المره اللي فاتت ضحك علينا والمشاهدين كلهم كلموني قالوا لي انت اكلت الكريب وعزمنا، وانا ما كنتش اكلت حاجه بصراحه. لا. فيبقى على الهوا عشان الناس يبقى لا سريع في جدا نفس المكان. الشيف حكمت معروفه جدا جدا بقى على السوشيال ميديا. خلاص احنا هنشوف الشيف حكمت وهنجرب قبل ما معروفه جدا. الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على عبده المصطفى وبعد. حتى لا يظن ظن أن من يتكلم بالدين لا يستطيع أن يعيش الدنيا، بلى فإن الدين جاء لإسعاد البشر دنيا وآخرة. طبعا جاء لإسعاد البشر، ولكن وفق المساحة المسموح بها. ركبت فيك الشهوة، ركبت فيك، من حقك
أن تفرغ شهوتك ولكن في قناة شرعية. تمام. اتجوز مرة، اتجوز اتنين، اتجوز تلاتة، جوزك مسافر اتطلقي، مفيش حد جبرك انك تعيشي معاه، اتخلعي، اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، وكل هذا الشرع جاء به، جاء به. الآية رقم 12 في سورة الحجرات، طبعا ما كناش قلناها المرة اللي فاتت، يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. حبيت أقدم بالآية دي علشان لو ما لحقتش أعول عليها في البرنامج يبقى معروفة، ويبقى معروف إحنا بنرمو إلى إيه. أنا معترض كليا وجزئيا على كل ما قيل. ليه؟ رقم واحد، الله عز وجل قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. هتقولي لي ما الزوج مظلوم؟ هقول لك الزوج مظلوم، لكن هل عندما تكلم على السوشيال ميديا وانتهك عرض امرأة هو منتهك اصلا؟ هو منتهك، لكن امرك الله عز وجل بالستر، تحتاج الى 4 شهود، بالرغم من انه يعني بالرغم من انها امرأة، يعني انا لا استطيع ان ارميها بالباغي، قد يكون ما حدث كله اصلا امور دخل فيها امور، قد يكون اثناء سحب العينه بتاعه الدي ان ايه دخل في الموضوع امور، قد انا لا اجزم. وانا كطالب علم شرعي او كرجل اتكلم الان باسم دين الاسلام العظيم لا استطيع ان احكم على قضيه البته ما لم اسمع من الطرفين واسمع بنفسي من الطرفين، لانه قد يكون ما هو ظاهر خلاف الواقع، خلاف الواقع. دين الإسلام قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. تظلم تروح تشتكي فين؟ عند شيخ يبين لك إيه الصح من إيه الغلط، عند قاضي يقدر يحكم عليها وينفذ قانون وينفذ حكمه عليها. أما تروح تحكي على السوشيال ميديا هذا ما لا أقبله قلبا ولا قالبا، شرعا لا أقبله. أنا شرعا لا أقبله، هذا يجرئ الناس، هذا يجرئ، هذا يعني قال العلماء أميت الباطل بطمسه مش بنشره، مش بنشره. الآن واحدة عرفت إن واحدة في نفسها حاجة من جوزها، أنا أقول لها اطلقي، الإسلام قال لك اطلقي. يعني السيدة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا لا أقدح، يعني الصحابة كلهم عدول بتاع دين الله عز وجل لهم، قالت أنا لا أعيب عليه دينا ولا دنيا، أنا مش بعيب عليه حاجة. يعني ممكن يكون الموضوع بسبب أمر بينها وبينه، اقصد امور العاطفه وامور الفراش، قد يكون قد يكون. والنبي مع ذلك ايه عندها تتطلق. قال له ايه اقبل الحديقه وطلقها تطليقه. وعشان كده ربنا شرع الخلع، حضرتك مش قادره تستني او تستحملي غياب الزوج عنك، ربنا سبحانه وتعالى جعل ليكي قناه شرعيه تتصرفي فيها. بس القضيه دي هي مش حته بعد الزوج، ده طلع من اول يوم، يعني على كلامه من اول يوم، يعني ما فيهاش حته الغربه والبعد عنها. انا بس عايز اقول لحضرتك عن حاجه، ربنا سبحانه وتعالى قال ايه ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. يا جماعه ما في حد معصوم على الاطلاق، صح، كلنا عرضه ان احنا نخطئ، ولكن الخطا قد يكون بمرتبه او بمرتبه اعلى او بمرتبه اعلى. تمام. او قد يكون هناك فجر في الخطا، انا لا يعني انا لا انكر ان في خطا في المجتمع، لكن انا نشري لاخطاء المجتمع هذا يجرئ الناس على فعل الخطا، هذا يجرئ الناس على فعل الخطا. اميت الباطل بطمسه، لما تلاقي مشكله وقفها عندك، والله ربنا اللي امرك. والله الجزء ده يعني بص حضرتك نفسي كده اعمل له اعلان كده واحطه على السوشيال ميديا اللي الناس توقف. اميت الباطل بطمسه بجد. اما حته المشكله عندهم كلمه شير، يروح دايس على كلمه شير تلاقي الموضوع مكان صفحه صغيره عددها مثلا 200 ولا حاجه بقت ملايين. يعني هذا مما لا يرضيني، وهذا مما يعني ينبئ عن انحدار اخلاق المسلمين في هذا الزمان. واصلا يعني ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بالخلق، قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. تمام. طيب هنطلع فاصل، اوعى تروح في اي حته، ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم من الفاصل، وللاسف وقت الحلقه بقى ضيق جدا، والشيف حكمت
مش هتقدر طبعا تخلص لنا المنيو اللي كان نفسنا فيه وقاعدين من امبارح بنحلم بيه انا والضيوف طبعا يعني. اه طبعا. فمش مشكله ان شاء الله الحلقه الجايه هتقدم لنا المنيو ده تاني مفيش مشكله. لا حكمت يعني ممكن ناكل. شوف حكمت قولي لي صفحتك على الفيسبوك ايه؟ شيف حكمت محبي الشيف حكمت سالم محبي الشيف حكمت او ام اس للاغذيه والمشروبات او حكمت امين حكمت امين يعني هما في ثلاث صفحات بس الصفحه الرئيسيه هي محبي الشيف حكمت محبي الشيف حكمت على فكره بتعمل اكل مش عايزه اقول لكم جباره وعزومات بقى بصوا تاخدوها كده سجلت معايا قبل كده بصوا انا اكلت اكلها بصراحه اكلها فظيع جدا بتقوم بعزايم جامده بوفيهات افراح اسبوع بصوا ارموا الاكل كده عليها وشيلوه من دماغكم خاصه الستات العاملات وطبعا معظمنا يعني معظمنا عاملات ما يلاقوش ما يلاقوش فموجوده على الصفحه محبي الشيف حكمت على في الرسائل بقى كده اهو في الرسائل اي تعليقات لو في اي تواصل لغايه ان شاء الله الحلقه الجايه هتكون معانا باذن الله برضو هنكون بقى نزلنا لها التايتل بتاعها وكده تمام بإذن الله. ماشي اوكي فضيله الشيخ عايزين نختم بقى الفقره دي تقول للساده المتابعين ايه والمشاهدين ايه واللي على السوشيال ميديا ايه وللدنيا كلها ايه بقى والله انا محتاجه اقول لكم حاجات كتير قوي بس عشان الوقت هنعمل يعني ان شاء الله فقره ثانيه محتاجه اقول لكم حاجات كتير قوي لكن انا هبدا اقول الزوج يعني ارجو انه يكون سامعني والزوجه ارجو انها تكون سامعني ممكن استبعد الكلام ده وممكن يحصل حضرتك غلطان وحضرتك غلطانه ربنا سبحانه وتعالى امر بالستر زي ما قلنا في بدايه الحلقه تمام ومثل هذه الجرائم يعني لا ينبغي لها ان تنشر بين المسلمين ولا ان ينشغل المسلمون بها عايز اقول للساده المشاهدين يا جماعه قد تكون انت شراره تتسبب في حريق ياخذ وياكل الاخضر واليابس فانتبه مظبوط قد تتكلم بكلمه لا تلقي لها بالا تهوي بها في النار 70 خريف يعني 70 سنة كلمة واحدة تقولها يعني يا دوب تحط التاتش بتاعك كده على الكيبورد الكلمة تنتشر دي ممكن تنتشر وتعمل مصايب كتيرة للناس تسبب في خراب الدنيا طبعا انا محتاج عشان الوقت بس معلش يا يلا صلى اللهم على محمد وعلى اله استاذ ابراهيم نقول ايه انا بقول لكل السادة المشاهدين اول حاجه بشكر حضرتك انك استضفتنا في البرنامج ده يعني وتناولت القضيه دي بشكل ممتاز يعني بقول لكل اللي بيفكر ان هو يشتم حد او يزعل حد او يضايق حد على السوشيال ميديا القانون ما سابش حاجه واكيد اكيد هتنول عقابك بقول لاي انسان او انسانه شخص صغير كبير اول ما تقع معاك مشكله بخصوص السوشيال ميديا يلجأ للمحامي وبعد كده ثم يلجأ للطرق القانونيه وتاكد القانونية تماما ان حقه هياخده ان حقك هيرجع لك وهتاخده مضمون 100% متشكره لحضرتك جدا شيف حكمت مش انا زعلانه على فكره عشان الحلقه لا 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 انا بس بشكرك جدا جدا وان شاء الله الحلقه الجايه تجينا من بدري قبلها بساعتين قدر الله ما شاء الله بشكر كل المتابعين وكل المشاهدين للبرنامج واستنونا ان شاء الله في حلقه جديده السبت الجاي الساعه 11 الصبح شكرا لكم سلام عليكم.